بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا للزملاء النواب. في البداية أود أن أترحم على شهداء الثورة الأبرار وأتمنى الشفاء لجرحها، وأعتقد أن هذه المرحلة التي بلغناها من إنجاز لمشروع الدستور هو مباركة حقيقية ملموسة لتلك الدماء الزكية ولتلك الآلام العظيمة التي تجشأها المناضلون على هذه الأرض الطيبة عبر عقود ما قبل وما بعد الاستقلال. يتجلى من خلال العودة إلى المراحل التي مر بها إعداد هذا المشروع من الدستور لتونس ما بعد الثورة التطور الكبير الحاصل إذا ما قارنا المسودة الأولى المسومات بمشروع مسودة الدستور بتاريخ 8 أوت 2012، ثم وبعد جهد متواصل من العمل داخل اللجان وبشكل ماراثوني كانت ولادة مسودة مشروع الدستور بتاريخ 14 ديسمبر 2012، لننتهي بعدها يوم 1 جويلية من إنجاز مشروع الدستور بعد طول مخاض. هذا المنجز هو خلاصة لاجتماعات لجان ومساهمات لخبراء في اختصاصات متعددة وشخصيات وطنية ومنظمات وجمعيات من المجتمع المدني. بعد كل هذا لا يجوز الحديث عن مشروع طرف ما أو حزب ما، هو دستور الجميع لأن للجميع فيه نصيب. المتصفح لهذا المشروع لن يجد غيابا لحق من الحقوق أو لحرية من الحريات. يبقى الحديث عن ضبطها بقانون مطروحا على الجلسة العامة، ومن خلال التعديلات المقترحة ستتوضح الصورة أكثر. المخاوف المبالغ فيها من مجرد الذكر أو الربط أو الإشارة للإسلام في هذا المشروع تبدو لي غير مبررة، فالاستفادة من هذه المرجعية حاصلة طوال أكثر من 50 سنة في مجالات عديدة من القوانين والتشريعات على غرار مجلة الأحوال الشخصية ومجلة العقود والالتزامات إلى آخره. وإن هذه المرجعية السامية كانت ولا زالت تحدث الفارق الأخلاقي والقيمي بين مجتمعنا المتأصل في هويته وبين المجتمعات الغربية المنفردة بتقدمها المادي في مقابلة الانحلال والانحطاط. تعاليم الإسلام تتناغم مع الطوق المتواصل للبشرية إلى أقصى منتهى للحرية والحقوق، وهي تتلاقى وتتقاطع مع الديمقراطية بكل تجلياتها. المواطنة السلطة للشعب يفوضها للحاكم المسؤول أمام مؤسسات منتخبة. في هذا المشروع ما يبعث على المخاوف والقلق حسب رأيي هو هذا النظام السياسي المشوه للسلطة، هذا التقسيم الذي حصل للصلاحيات والذي جاء نتيجة تجاذبات مبنية على مصالح ضيقة. في اعتقادي أن هذا التنظيم للسلطة واستفادة من تحليل الواقع السياسي الحالي سيؤسس لتنازع متواصل وحاد فيما بينها، سيكرس العجز في اتخاذ القرارات. يبرز الباب السادس الخاص بالجماعات المحلية والجهوية كأحد أهم الأبواب المستجيبة لمطلب وهدف كبير من مطالب الثورة. لا مركزية السلطة والديمقراطية التشاركية، هذا الباب الذي استطاعت اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغته بصياغة فصوله والتي كنت عضوا فيها أن تنأى بنفسها عن التجاذبات والمزايدات، فكانت كل القرارات تتخذ بالتوافق. استطاعت اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة فصوله والتي كنت عضوا فيها أن تنأى بنفسها عن التجاذبات والمزايدات، فكانت كل القرارات تتخذ بالتوافق ولن تلجأ إلى الحسم بالتصويت ولو مرة واحدة. وأحسب أننا قد اهتدينا إلى تصور متطور جداً
لواقع جماعات عمومية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية بسلطات وصلاحيات واسعة متحررة نهائيا من الرقابة القبلية ومن هيمنة السلطة اللامركزية المتمثلة اللامحورية المتمثلة في الوالي. هنالك الكثير من الغموض يخص خاصة موضوع رعاية الدولة للدين، ولماذا لا يعوضها في ذلك هيئة دستورية كهيئة المجلس الإسلامي الأعلى المقترحة. كذلك الحديث عن أن الدولة تضمن أي حق من الحقوق، كيف يمكن أن تحاسب الدولة في هذا الإطار؟ موضوع حق الإبداع والفكر والنشر وموضوع الاعتداء على المقدسات، هناك معناها جدلية بين الموضوعين، كيف يمكن في الآن نفسه المحافظة والدفاع عن الإبداع والفكر والنشر في مقابل عدم الاعتداء على المقدسات، وهو موضوع يؤرق كثير من التونسيين. هناك موضوع الحق في الشغل والحق في الصحة والعديد من الحقوق، مجالات لا يتحمل معناها يعني السؤال هنا عن كيفية أن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة أن توفر هذا الحق وتضمنه لكل المواطنين. في النهاية أقول أن الدستور ضامن غير كافي ليطمئن القلب، ولكن الضامن الوحيد هو تلك العزيمة التي لا يثنيها خطط في الظلام من الظلام. الضامن إذن هو تلك الإرادة القاهرة للطغاة، وهو الشعب الموحد والذكي. والسلام. شكرا سيد النائب. شكرا.